السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چینل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں سورۃ اللیل تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اف یو انٹرسٹڈ ان قرآن کلاسز فار یور چلڈرنز، فار یور سیلف، اینی ٹائم، اینی ویئر، دین یو کانٹیکٹ می انشاءاللہ تعالی. تو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ اللیل. اس میں 21 ورسز سے ایک رکوع ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى للعسرى فسنيسره للعسرى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Jazakallah khairan for watching. Inshallah, next video mein aap se mulaqat hogi. Channel ko subscribe kijiye, share kijiye. Assalamu alaikum wa rahmatullah.